هاي كيفكم ليلى؟ حلقة جديدة منوعة مثل العادة. بونسوار مخرج، كيفك؟ شو ريدي؟ يلا. ضيفي بالجزء الثاني هو الإعلامي المخضرم اللي اشتقتوا له، الإعلامي سعيد غريب. دائما عم تسألوني ليش ما عم تحكي عن هيدا أو هيدي، أو صار لك زمان مش لابد هيدا أو هيداك. يعني من الآخر أنا بحكي حسب شو بصير الأسبوع الماضي من تصاريح ومقابلات، بتعرفوا يعني. يعني مش هدفي هاجم حدا إذا كان قاعد عاقل وما عم بيعمل شيء. مثلا هيدا وليد بيك، وليد بيك صار له 4-5 أشهر لابد ولا كلمة ولا بصمة، كل حلقة بيزمط لأنه الوضع مش معروف وين رايح. بكون ناطر قال، بكون ناطر توضح الرؤية يعني وشوف وين لازم يكون موجود. فكنت ناطره تيحكي وحكي ووقع بين إيدي أسبوع الماضي. يا حرام يا حرام حكي. بكون تعرف شو حكي؟ يلا نبلش. وليد بيك، وليد بيك، اشتقت لك يا وليد بيك، وين هالغيبة؟ لا تصريحات لا مقابلات، يعني حتى نوابك كنا نفكرهم أبو ملحم يعني. وليد بيك ما فيك تعمل، ما فيك ما فيك ما فيك تعمل هيك. بالنهاية أنا عندي برنامج ويعني بده يمشي، ما في يضلني سمير جعجع ونبيه بري، سمير جعجع ونبيه بري. ما أنت ركيزة. والأضرب الأضرب إنه الناس فكروني من جماعتك يا زلمة. لا بهيش ما كنا بحكي عنك، لك فكروني محسوب عليك، ما فيك تعمل فيي هيك. آخر مرة هيدي، أوكي؟ وليد بيك أسبوع الماضي نزل عند الأستاذ نبيه بري. بتعرفوا هلا حامية وبده يدس النبض، يعني ما في ضل قاعد بالمختارة بعيد عن الأجواء بما إنه ما حدا عم ياخد برأيه. وبطل بيضة الإبان هلا كلمة حق تقولها، يعني إنه البيك بعده لهلا، يعني هلا أنا عم صور اليوم بعده لليوم مصر إنه ياخده بالرأي المكون المسيحي بانتخاب الرئيس. يعني هيدي تحسب لإله بس تحسب لهلا. بعرف لا شو بصير للتنين. مهم نزل عند الأستاذ وقال هالشي. يعني حلو الانشاء العربي، اوكي، عادة سوريا، عادة النظام السوري، الحضن دخيلك، اسمح لي فيها، الحضن بدي اعرفه هو الحضن، بس ماشي الحال يلا. وليد بيك بدك تعرف وين هو الحضن؟ وليد بيك الحضن العربي مثل الحضن السوري، وانت بتعرف منيح الحضن السوري، يعني كنت قاعد بالحضن تتغنج منيح، كنت طفل مدلل بالحضن. ثاني شيء انت معود منيح على الاحضان، هلا شيل الحضن السوري طيب على جنب، بتعرف منيح الحضن الروسي والحضن الامريكي، حتى الحضن العربي مغنجك شوي. يعني حالك ما بتعرف ايه؟ هول خلص ما بقى يقطعوا على حدا، يعني ده كان زمان. رجعت سوريا على الجامعة العربية مثل ما كانوا متوقعين قوات سمير وسمير شخصيا. نعم رجعت ومطر سمير يحلق شواربه. ايه سمير اصلا كان واضح وقالنا انه سوريا راجع لدرجة انه شوفوا الفيديو. اجتماع بالقمة العربية ايه؟ بالرياض ايه؟ سيكون بشار اسد؟ لا لن يكون في الرياض، راح يحضر وزير الخارجية بصفته مراقبه بس. انه واضحه، لا اكيد لن يعود، لا وبحدد كمان بصفته رح يكون في مراقب، يعني وزير خارجيه بصفه مراقب وبس. يعني ما بيجيك الوحي الا مع جورج صليبة. شو مخرج؟ هو مع الكل، مع الكل عم ببدع. اوكي. لك اخ مان كثير قوي، مان انت كثير 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 قوي. كيف بيزبطوا معك ربك عليك؟ لا سياسه داخليه ماشي حالك، لا سياسه خارجيه ماشي حالك، ما عم بفهم انا شو هالسياسة يلي ما خصك بشي. هلا مش طالبين منك تكون ميشيل عون ويكون عندك رؤية هالقد، انه وينك وين يعني، بس خي انه على القليلة شغلة واحدة تزبط معك. لما ظهرت من هالحبس وجر شو بدي بالماضي؟ غريب امرك، بس انتو بتعرفوا انه رجع الاسد على الجامعة العربية بلا ما يهروا سنانه. نعم ايه، نايب العظيم طونطون حبشي، توني حبشي، كان كتير هايبر في نهار، كان كتير هايبر توني، كثير مولعة وكثير عايشة، وقالنا هالشي. شو عم تعملوا انتوا؟ انتوا بتعرفوا تتعاطوا بالسياسة؟ انتوا واقعيين؟ حطيتوا راسكم بتم الأسد؟ أسنان الأسد رح يقطعوا لكم راسكم.
قال العين ما بتقاوم المخرز. اليوم راسنا عكتافنا وعم بنشارك بتقرير مصير شعبنا، والأسد بالشام رح بيهر سنانه، رح بيهر سنانه، رح بيهر سنانه. كنا كتشتزل رح بيهر سنانه. والله بيناتنا هر نعمتكم، هلا بقولوا حاطط راسك تم التمساح مش تم الاسد يعني، بس انه انتم بتعرفوا شو لازم يسموك، لازم يسموكم محور تم. طيب تحكونا بالشوارب بدكم تقصوا شواربكم، تحكونا بالسنان بدكم تهروا سنان، بكره مش بعيده تهددوا بقطش اللسان. منيحه مخرج محور التم، يعني هوديك محور ممانعه وهو المحور التم. كثير لابقين لابقين. انا صرت متاكد انه سمير بنقي نوابه على الطبليه، يعني لدرجه انه عنده نايب كثير 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 قوي ببرر له هيك اشياء لسمير. شوفوا يعني قبل اسبوع مفروض يكون كل المعالم قد اصبحت واضحه بالنسبه للجميع بان الرئيس السوري وسوريا سيعودون الى جامعه الدول العربيه، وهو اكد بان سوريا لن تحضر في القمه العربيه وانما ستكون على مستوى وزير خارجيه بصفه مراقب. البعض قال اين مستشاري سمير جعجع؟ شو يعني وين اني؟ وين موجودين؟ شو بيعملوا؟ او هو ما بيستمع لاستشارات واراء؟ كيف ترد على هذه؟ لا لا، ولكن في الواقع ممكن ان يكون أستاذ توني. هلا بيناتنا، قرب شوي، اوقات المستشارين بفشلوك يعني بيطلعوا فاشلين. اسالني عزيزي توني، ليش بيسترجع شي مستشار يقول عكس اراده الحكيم او الست ولو ما انت ادرى؟ بس ما دوم الرياشه لو الحكيم كان عم بحفزهم، عم بحفز العرب. لك بس بقى واضح انه الاخ كان وزير اعلام، يعني تحفيز العرب. قلت له ايه خيي، ليش مين من العرب ليك شو لسمير او برد عليه؟ مش اذا اجى سفير سعودي عمل زياره يعني سمير صار محور العرب؟ واصلا واضح يعني واضح العرب شو تاثروا برايه. اللي عم بحفز العرب عم بحفزهم. لك اخ، من اسبوعين خبرنا المرشح السابق بطرابلس عمر حرفوش يلي نعرف بالركض، يعني يلي عملوا بأوروبا ضد الفاسدين الحرامية بلبنان، إنه نجيب ميقاتي بده يوقفوا على المطار. من بعدها شفنا القضاء العظيم جرب يعاقب الرئيس غادة عون يلي اشتهرت بفضح الفاسدين ودقت بالروس الكبيرة. ومبارح كمان نجيب ميقاتي رفع دعوة على وديع عقل، يلي ما بده مين يقلكن مين وديع عقل ومين نجيب ميقاتي، يعني وينكن وين؟ ولا الملفات يلي فتحها وديع عقل من الكازينو للفيول المغشوش لرياض سلامه ورجا سلامه، وعدوا قد ما بدكن. هول المصاري يلي سرقوهن مش بس مصريات العونيه، هول المصاري يلي نهبوهن مش لجبران بسيل وميشيل عون، هول المصاري يلي طارت مش مصريات خاصه لعمر ولغاده ولوديع، هول الاشخاص عم يشغلوا تراجعوا حقوقكن، حقوق كل الناس. كل واحد خسر ليرة بهالبلد من تعبه. نعم، ثلاث أشخاص ارتبط اسمهم بفتح الفاسدين واشتغلوا لمراقبة الحرامية عم بيتعرضوا لإلغاء ولعقاب ولدعاوى ببلد أقل ما يقال فيه إنه منهوب من فاسدين. ما في فاسد بالحبس، بالعكس بعدهم حاكمين. هلأ ما بعرف أو بعرف مين يلي حمس المئات يكون بالواجهة، بس للسيد نجيب بقول له يلي ما خاف من الاحتلال هو بنص البلد ما راح يخاف من بوطه فاسده. على كل حال يمكن اذا كنت واقف حدهم لما تحكيهم تطلع نزول، لانك ما شاء الله عليك الله عطيك مصاري وطول يعني، بس بدك تطلع بالعالي تتشوف لما بدك تحكيهم عن كرامه وعن نظافه، بدك تعلي كثير راسك تتلمحها. لطشه اليوم، الوزير سامي فرنجيه زار السفير السعودي بلبنان. هلا ما بدنا نتخبى وراء اصبعنا انه كلنا بدنا افضل العلاقات مع العرب وخاصه مع السعوديه، بس ما بعرف ليه هالزياره ذكرتني بالزيارات عنجر والشام. اسمع مني، زور اولاد بلدك هن بوصلوك. انتم بلبنان تعملوا من شغله صغيره يعني عن جد قصه كبيره، يعني مش معقول انه الجمعه الماضيه عملتوا قصه من دوده بطيران الميدل ايست من دوده، من بعدها كم يوم يعني قصة تانية انه جاتوه معفن من الودن بيكري، واو جاتوه معفن، انه عن جد انتو بتكبروا الامور على الفاضي.
كل هالقصص غلط. نحن بلبنان سابقين عصرنا، سابقين زماننا، يعني نحن بنصنع بضاعة بالمستقبل. ما بعرف، ما عم بتشوف التطور انتو؟ شوفوا شوفوا شو قصدي. هيدا كيس حمص الانتاج ب 11/2023 والتاريخ الانتهاء ب 11/2024. هلا بكره بتفتحوا كيس الحمص بتقولوا معفن او منزوع، شفتوا ليه؟ ما يعني شو عم بصير فينا هيك؟ من وراكم عم بصير فينا هيك، لانكم تفتحوا اشي قبل موعدها، هن حاطين لكم تفتحوه بشهر 11، مش تفتحوه قبل، يعني الجاتون معفن، لو نطرتوا شي شهرين لتاريخ التصنيع اللي كان محطوط عليه، كان صار كله اخضر، ما كنتوا شفتوا الفرق بين البني والاخضر وعملتوا هالقصة كلها. يعني عن جد عملتوا قصة على الفاضي، بس انتم بتضلوا مستعجلين، اتركوا هيدا كيس الحمص، اتركوه لشهر 11، وافتحوا، وشوفوا إذا بكون منيح أو لا. كل حمصية بتكون فرخة ثلاثة جداد، يعني عن جد انتو دعان تطور فيكم. صار لي من وقت ما بلش ينفضح رياض سلامة وانا بفكر بشغلة وحدة، لا لا لا، مش المصاري وكمية الملايين يلي مبيضة، ولا يعني لا لا لا، حتى مش نهايته، يعني شو وين بده يكون، بأي حبس بأي بلد، وين مكبوب، اخر همي اكيد لا، مش عم فكر بمين رح يفضح ومين رح يفضح، لا اصلا مش رح يفضحهم، هن فاضحين حيلهم خلقه. صار لي من وقت ما بلشت هالقصة بفكر أقولكن أنا كوزاكوفا أم بنته لرياض كانت عارفة بستيفاني وماريان، أقولكن ستيفاني كانت عارفة بماريان وأنا، أقولكن ماريان كانت عارفة بأنا وستيفاني، ضياع ضياع، أقولكن ندى مرته السابقة كانت عارفة بماريان وأنا، لأنه أكيد كانت عارفة بستيفاني. صراحة أجادوا يعني ضاربينه بمصرياته وضاربينه بشو اسمه كمان، يعني لما تخرب تخرب وين ما كان. بعد البريك مثل ما قلت لكم قبل، ضيف الاعلام سعيد غريب بحلقه مميزه ومليانه مواقف جريئه، يعني هلا مش تروحوا مطرح تقعدوا ساعتين، احضروا الدعايات او قوموا على السريع ورجعوا، اوكي؟ ناطركم. مثل ما قلت لكم قبل البريك، ضيفه اعلامي عتيق واشتقتوا له كلكم لنا زمان ما شفناه، ضيف الاعلامي استاذ سعيد غريب. بونسوار. بونسوارين. انا كثير مبسوط. وانا كمان. عن جد يعني. وانا كمان. وقت قلت لي ايه صرت بدي احط بس يعني مش عم بطلع مين معي ضيف مش عم بطلع بس برنامجك لايت سريع الهضم. ميرسي ميرسي. سريع الهضم وبينحضر حلو. اشتقنا لك. ميرسي نحن باكثر. يعني انا حطيت بوست انه ضيف الاعلامي سعيد غريب. نعم. قلت لهم ما تحطوا اشتقتوا له، اسالوه سؤالات. فثلاث ارباعهم اذا 90% اشتقنا له. وين هالغيبه؟ اشتقنا له. وين هالغيبه؟ وين هالغيبه؟ اونتر ديما بين الايادي يعني. ما في غيبه، في انا اذا بدك سحبت من الشاشه المباشره وعم بتفرغ للكتابه، عم بكتب قصتي كلها بالاعلام وغير الاعلام، يعني مسيره طويله عريضه عمرها 43 سنة. وهلأ عن جديد، عن جديد من 10 أيام أقل فت بتويتر. آه مبروك، بدي بارك لك. كان شوف شو القصة، أنه أنا كنت أحضر، كنت شوف تويتر بس ما كنت مشارك فيه. هلأ رح يقطع فتنا تويتر فتنا اسمك يعني. ايه فتنا فيه لتويتر هلأ لنشوف عشاشة. لنشوف يلا جود لك. أنا وقت أبلش حلقتي دايما بلش في عنا الذكاء الاصطناعي اللي هلأ بيحكوا كلنا عنه، يا رب تنجينا. بسأله هو التشات جي بي تي، بسأله عن ضيفة لحديت هلا من وقت ما بلشت بهي الشغله هلا ولا معلومه صحيحه. فامبارح كتبت له اعطيني تعريف عن الاعلامي سعيد غريب، خلينا نشوف شو اعطاني. يا سعيد غريب هو اعلامي لبناني ولد في بلده فرعقة الجنوبيه. لا في لبنان عام 1955. لحد هلا في وحده صح. 55؟ بدأ حياته المهنيه كمذيع اذاعي في العام 74. لا ومن ثم عمل في العديد من الوظائف الإعلامية في لبنان والمنطقة العربية. نعم. وقد عرف غريب ببرامجه التلفزيونية التي تناولت العديد من المواضيع الاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث كان يتحدث بصراحة وجرأة عن القضايا المثيرة للجدل. وقد عمل غريب في العديد من القنوات الفضائية العربية واللبنانية، ومن بينها قناة الجديد وقناة الميادين. لا واحدة صح واحدة غلط. إيه؟ ويعد سعيد غريب أحد الشخصيات الإعلامية البارزة في لبنان والمنطقة العربية،
حيث يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين والمستمعين. كتر خيره. لا ما نص نص على نص. ايه فيها معلومات مضبوطة معلومات لا. طيب أنت حضرتك مواليد 55 بس مش من فرع، أنت حضرتك من دمور. نعم. دي أبوستروف. دي أبوستروف؟ إيه. أمور بتصير. دمور، لوبون دمور. أه وي. طبعًا. وي وي وي. ما فيها لعب القصة. نعم. أيمتى بلشت بالعمل؟ بـ 78. بـ 78. بـ 78 نعم يعني. وين بلشت؟ بصوت لبنان. بلشت صوت لبنان. إيه طبعًا. أوكي، كيف صرت فت صوت لبنان؟ انه صوت لبنان لان محسوبه على الكتاب ما هيك وقت عملوها هن الكتاب ممنونك على هالسؤال. كنت عم بقرا بالبيت ارتيكل لاستاذ امير خوري بجريده النهار، كنت عم بقرا بصوت عالي وكنت بهالوقت عم بعلم اللغه العربيه بين مزدوجين، ونصيحه لكل اللي بيتعاطوا بالمهنه اللي يقدموا نشرات المذيعين والمذيعات، اذا بدهم يتقنوا اللغه العربيه ما بيكفي يتعلموها، بدهم يعلموها بصفوف تيرجعوا يتعلموها. انا بهديك الفتره كنت عم بعلم بالحكمه ادب عربي، وكنت اعلم التلاميذ اصول اللغه العربيه. مشان هيك لما كنت عم بقرا الارتيكل بيقول لي الوالد الله يرحمه، ليه ما بتجرب تروح على الاذاعه؟ يعني بالنسبه لنا كانت الاذاعه هي صوت لبنان، صح، كان لها سنتين. انا شو عم يحكي بي؟ مش الاذاعه اللبنانيه؟ لا ما لا ما كانت، كنا بالحرب، الاذاعه اللبنانيه كانت بغير مطرح. اوكي، الوصول لها كان بتعرف كانت بيروت مقسومه شقتين. صح والله رحت بدون موعد، طلبت موعد من مقابله مش موعد من استاذ جوزيف الهاشم، بوجه له تحيه. بطلع بشوفه ثاقبت، لما رحت لعنده كانت الاذاعه تعمل بريك ساعة من 11 ونص ل 12 ونص. اوكي. بينزل معي حب صوتي. نزلت انا وياه على استوديو. اعطاني ورقة فيها كلها غلط. مكتوبة مش بس تحريك. تحريك. تحريك واملاء. الصيغة غلط. كمان. الصيغة غلط. اوكي. بده ياني اقراها صح من دون تحضير. بدون طول سيري ليلتها زعت موجز 9:15 عشية. ومن وقتها نفس النهار بنفس الليلة. نعم. اوف. ايه، واهمية هديك الايام وكمان له فضل كبير استاذ هاشم، اكيب الاخبار ليه نجحت الاذاعة؟ ليش كل العالم كانت تنطلع؟ لانه ما كانوا حزبية؟ لانه الاكيب يلي كان يكتب الاخبار ولو واحد منهم حزبي. والله إذاعة للكتائب بس اللي كانوا يكتبوا الأخبار غير حزبيين. كمان بين هلالين وما حدا يزعل مني، لأنه هذا هو الواقع، ما بيقدر الحزبي يكون صحافي، وإلا بيكون عم يخون حزبه إذا بده يكتب بموضوعية. أوكي. مزبوط؟ أكيد. واضحة. بس في حدا ما عنده ميول؟ بلا، بس هيدي ما فيك، لما ما تكون حزبي ما فيك تنقلها أو تترجمها بكتابة خبر. يعني نحن كان عندنا بالنسبة لنا الأولوية هي لنقل الخبر بأمانة للناس مثل ما هو بدون ما نلعب فيه. عملنا غلطة كبيرة بهديك الفترة، اخترعنا شيء اسمه المقدمة، مقدمة. أوكي. الأخبار نحن اخترعناها. الله يسامحكم. ايه معك حق، بعترف انه هيدي غلطة كبيرة، بس بلاقي أسباب تخفيفية انه كنا بالحرب. كان يعني بدك توجه، كانت مرحلة حرب. من بعد ما خلصت أول مرحلة من الحرب، يعني ابتداء إذا بدك من 79 وطلوع، صرنا نكتب الخبر بس مع الأفعال القوية، أعلن شدد أكد إلى آخره. أوكي. اللي بده يعمل تعليق بده يعطي رأيه بيعمل فقرة لحالة مش بالأخبار، ما وراء الأخبار طبعا. ما فينا نتعاطى بالأخبار بهالطريقة هيدي. المقدمة ما حدا يزعل مني كمان، شوهت المهنة إلى حد كبير. أنا كصحافي عم بكتب نشرة أخبار، أنا مين يكون؟ مين كون أنا تا أفرض رأيي على الناس؟ أنا مني باحث، أنا صحافي بنقل الخبر. هلا كمان تكون موضوعي، في صنفين من المقدمات، في صنف اسمه مقدمة إخبارية وتجوز، والصنف المسم
لا والصنف المقدمة الإنشائية. أنا ضد المقدمة الإنشائية. أوكي. إنشاء وفوت شغلة بشغلة تانية وبروح على الصين وبرجع على لبنان. لا، إذا مقدمة إخبارية أوصل كل الأحداث بمقدمة كويسة ما فيها رأي بيكون كتير ممتاز. أنا مع المقدمة الإخبارية، ضد المقدمة الإنشائية. أنا ليش نجحت صوت لبنان بهديك الفترة؟ ما كان في غيرنا. نجحت لثلاث أسباب، أو يلي كان المستمعون إليها ثلاثة: المصدق، الرافض، والناقل. يعني كل العالم كانت تسمعها. يلي كان يرفض يقبل خبرها، المصدق، الرافض يلي كان يرفض لخبرها كان يسمعها، والناقل يلي كان ينقل خبرها. مشان هيك نجحت الإذاعة، لأنه برجع بقول لك كنا مستقلين، فكرنا مستقل، راسنا مستقل، كان همنا بس هالبلد يرجع يتعافى ويقف على عشرين. أنا بتذكرك شخصيا بشغلتين. أنا صوت لبنان ما بتذكره، أنا كنت صغير يعني، كنت بعد ما خلقت يمكن 78 أو 79 كنت خلقت. حايش تحكي؟ إيه 79. طيب. بس إنه ما حطوا لي أول مواعيد. ما بحطوا هلا موسيقى. إيه تفضل. بتذكرك بشغلتين. نعم. بتذكرك بأخبار تلفزيون لبنان. نعم. أيام التحرير. نعم. والإلغاء. وبتذكرك إنه أنت حضرتك أول شخص طلعت الجنرال على التليفون مقابلة من نعم. فرنسا. نعم. على الجديد يمكن. على الجديد إيه. كان بالهوت ميزون. صح. الحلقة كانت على التليفون مع صورة ثلاث ساعات. أي. بتذكر يعني كنا على طرين يعني. نعم. أصلاً. حرب التحرير. لا أنا. أي سنة؟ هيدي بال95. من بعد ما خلصوا الخمس سنين يعني. من بعد ما رجعنا من فرنسا أنا ومدامتي. نعم. لا كان بعد ما خلصوا. أوكي بعد ما خلصوا. لا بس إنه خلص كان كل شيء كان أوكي وماشي الحال. خبرني أول شيء بال89 90، هالمرحلة 89 كنت بعدني بصوت لبنان. يعني أنا تركت صوت لبنان بوقت المظاهرات على عبدة. أوكي. مش أنا لحالي، نحن بقسم الأخبار تقريبا كلنا في اللينا. ليه؟ ما قسموا يعني كمان؟ لا ما بتعرف اللبناني وأي مواطن بالعالم عنده كتير محبة خاصة وانحناء للبدلة العسكرية. صحيح. كان في أخطاء، ما بدي أرجع أفتح الماضي هلأ. المهم أنا تركت صوت لبنان بآخر حرب التحرير، بأثناء كان إلي دور مهم بالمهنة. يعني طلعت الجنرال عون بنيسان 89 بعز حرب التحرير، كان إلى شهر وشوي، كان التاريخ 17 نيسان 89، 2:12 بالليل. طلع معي وقت الجنرال وحكينا حوالي الربع ساعة أو 20 دقيقة. سألته أنا عن دي صارت وين قطعنا كم مرحلة، شرح أنه أول مرحلة خلصت الأزيفة أول مرة مفاعيلها كتير كبيرة، تاني مرة ضرارة أقل، تالت مرة أقل، رابع مرة ما بتعود تأثر، فيش صوت، بس في رأس واحد بده يتكسر هو رأس الأسد. إيه معك هذه الجملة. إيه نعم. وخذ لك ملا ليلى. عم بتخيل. إيه لما خلصت المرحلة حرب التحرير وبلشت المظاهرات على عبدة، كان حابب أن يكون التحق بتلفزيون لبنان. أنا رحت على البيت كنت شايف قدامي في دم. رحت قعد بالبيت. بعدين حكيت معه قلت له أنا حاضر. يعني مرحلة تلفزيون لبنان كانت المرحلة اللي شهدت حرب ما سمي بحرب الإلغاء. صحيح. وبقيت فيها ل 12 تشرين الأول، يعني آخر نشرة أخبار كتبتها وقدمتها بحياتي كانت ب 12 تشرين الأول. ليش 12؟ 90 قبل بليلة. إيه 13 ما كان في، أنتم ما كنتوا تغطوا. أنا بالملجأ لما سربت على البيت كان في بالملجأ 60 شخص. أنا عم بطلع بال 60 وال 60 عم بيطلعوا فيي. أنت مش عارف شو بدك تقول له، هن مش عارفين شو بدهم يقولوا. نعم. لك. حضرتك مع زوجتك رحتوا على فرنسا. نعم. نفيت او لا او انت كنت؟ لا 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 شو انا شو لا انه يعني انه لانه الاعلامي محسوب كانت يمكن على الخبريه على الجيش. لما رجعنا من فرنسا حب يشوفني الرئيس اللي السهراوي. اوكي. بواسطه كمان بوجه له تحيه مايك حادي. طلعت شفته بقصر بعبدة،
صار في حديث هيك دردشي انا وياه اذا بدك. قال لي انت ورطته. قلت له شو باردون؟ قال لي انت جريته للجنرال تحكي هالحكي، ليك وين صار بسبب هالحكي. هلا اختصر لك، قلت له فخمت الرئيس بالاخر، قلت له مين انا تورط ميشيل عون يعني انه صحيح انا صحافي عم بساله سؤال هو بده يقولهم ما ثاقبت قالهم معي. قال لي لا لا انت ورطته. المهم قلت له ليك فخمت الرئيس اذا مزبوط هالحكي وانا ورطته وجريته مثل ما عم تحكي حضرتك تيحكي هالحكي، يعني انا فخمت الرئيس بكون عملت لك خدمه ما فيك تنسي لي اياها بحياتك. ردة قال لي ردة. طيب من بعدها رجعت على لبنان من بعد رجعت على لبنان. ايه انت اختياريا اول شيء رحت على فرنسا لانه قطعت طبعا اختياريا رحت على فرنسا. طبعا قد ايه بقيت هونيك؟ بقينا شيء سنتين وشوي. بس نعم اوكي. سو رجعت على فرنسا رجعت على فرنسا رجعت على لبنان رجعت على لبنان نعم. وشو عملت هون؟ بلشت بالجديد عملت برنامج على الجديد اوكي بعد التلفزيون كان نقله نوعيه لإلي. انا ابن الاذاعه وبعدني لليوم بضعف قدام ميكرو الاذاعه خي تتفلفش فيه بعدها مثل ما هي الاذاعه بعد لها وزنها. ليش التلفزيون بعد له وزنه؟ لا ما مش هيك قلنا لليوم بوجود السوشيال ميديا يعني خلص على بكره تحس وزن تويتر روح تتعود عليه. لا انه مرحله خلصت يعني التلفزيون بالنسبه لي كان نقله نوعيه عالم جديد تعرفت عليه ما حبيته كثير. جد؟ يعني ايه انه بعدني لليوم بحن لشغل الاذاعه. خي فيك تروح على الاذاعه سبور كثير بالشورت اخر عمر ايه والميكرو تبع الاذاعه في له سحر غير التلفزيون. التلفزيون بدك تهتم بالشكل وبال صح المهم انه كانت نقله نوعيه لإلي مرحله التلفزيون. لو وصلنا لليوم هالعالم جديد العالم كله تغير. وين اول برنامج عملته من بعد ما رجعت على الجديد؟ من بعد ما رجعت من فرنسا لا اي تلفزيون مرقت مرحله على الام تي في. ام تي في اوكي نعم. وسكروا وقتها من بعد تفجير كنيسه سيد النجاة اوكي بهالنهار هيدا طلع يعني وقتها كان ميشيل سميحه نعم وزير اعلام نعم ورفضت وقتها الرئيس غادة عون ان تسكر الام تي في. هاي لطشة لا هيدي اول مره. اول مره اول مره ثاني مره, مرة غير موضوع أوكي. اوكي اول مره لما اعلن وزير الاعلام وقف البرامج السياسيه والاخبار على جميع المحطات باستثناء تلفزيون لبنان صحيح. اي نهارا نطرنا ترجعت الامور الى تقريبا وضع الطبيعي ورحت على الجديد كان اسمه نيو تي في وقتها صح. والله يرحمه جون كلود بولوس طلب اني اطلع ارجع على تلفزيون لبنان. قدمنا له بوكيه جديده تليماتان صبح عملناها واخذت كثير سكسي. خبرني شوي عن المقابله اللي عملتها مع الجنرال على الجديد. كان بعده شو اجاك انتقادات؟ اجاك تهديدات من بعضها؟ لا لا قلبي ابدا كان الحديث انا كل عمري حتى وقت اللي كنت بتلفزيون لبنان باول مرحله انا بطرح السؤال بشكل موضوعي جدا. هيك ربينا مش بس انا ورفقاتي هيك ربينا نطرح الامور مثل ما هي بموضوعيه نترك راينا وحماسنا لمطرح ثاني لجلسات خاصه جلسات اذا بدك بعيده عن الاضواء البلد ما بيحمل. تعلمنا كثير انه المقابله استغرقت حوالي 3 ساعات كان معي ضيوف هني كمان تولوا أسئلة معه للجنرال كانت مختلفة تماما عن يلي صار بعدين يعني المضمون الحديث. طيب السؤال ما بعرف يمكن يزعلك أو ما يزعلك قول هيدا ليش سعيد غريب ما نجم مثل غير ناس نجموا؟ أنت عم تحكي عن مرحلة الشاشة عم بحكي عن الشاشة أكيد شو نجوم يعني شو نحن مش بهوليود لا بس انه في اعلاميين واعلاميات في اعلامي مشهور اعلامي مش مشهور. ما نجمت اذا بدك تستعمل هالكلمه انا كنت لحالي بالثمانينات تقريبا كان في انا وحدا عم بحكي انا بالتسعينات انا التسعينات انه كنت عم بحكي التلفزيون كانت غير مرحله معقول انا ما اشتغلت بالال بي سي يعني الال بي سي كانت قويه ما عم نحكي التسعينات وطلوع كانت هي ما بعرف اذا هيك مش عارف انه انا ما بدي يعني مدرستي تمنعني اطلع اعمل
شو وبس. اوكي ما في يعني بقدر بعمل شو اذا بدك، بس انا ما إلي حق اطلع اعمل شو يعني هيك استعراضي وهيك، لا ما في. تلفزيون لبنان جديد بس بالثمانينات ما كان في غيرنا، بس اذاعه اي طبعا هي. تلفزيون لبنان جديد ام تي في وان بي ان. نعم تبلي بس اسم التلفزيون، وين لقيت حالك اكثر شيء؟ بنرجع بنحكي ليش ولا وليش وين لقيت حالي اكثر شيء؟ اي تلفزيون؟ انه ما في لقيت حالي بتلفزيون لبنان وبالان بي ان. بتعرف ليه؟ انا حطيت ام بي ان، تلفزيون لبنان وام بي ان. نعم كان عندك نفس الحرية بالاثنين؟ نعم عن جد؟ اي ولا مرة زعجوني بشيء، ولا مرة طلبوا مني شيء، كان عندي استقلالية كاملة. بس انتبه أنا بعرف شو لازم أقول. في شيء تعلمته بحياتي، ما تقول كل شيء بتعرفه بحياتك، بس دائما أعرف شو لازم تقول. أوكي منيحة هيدي منيحة؟ أوكي نأيدها. أوكي من الأشياء الحلوة نعم نحن كنا مش نحن كنا نحبها ايه؟ يمكن انت ما كانت حلوه لإلك ايه؟ المنافسه اللي كانت ايام تلفزيون لبنان، كنت انت على شاشه القناه 5 نعم، وكان في كمان الصحافي الاعلامي عرفت حجازي ايه؟ على القناه 7 نعم صحيح. كيف كانت المنافسه؟ انه بتعرفوا اول شيء كنت تعرفه؟ لا انا تعرفت عليه بعدين. انه كانت منافسه طبيعيه، حتى يعني ما كان في اللغة المستعملة حديثا، كان في حد أدنى من التهذيب، ولا مرة فلتنا حكي على الهواء أبدا. تستفقدهم هلا، بس كنا نعرف شو لازم نقول. تستفقدهم هلا هول؟ إي طبعا. ما في اليوم الإعلام صديقي جزء منه، جزء من الإعلام طبعا، ما بس ما بشمل. في إعلاميين بنوجه لهم تحية وبنرفع لهم القبعة. في جزء أساسي من الإعلام هو جزء أساسي من المنظومة. إيه في سؤال عن هيدا هلا بعد البريك. هيدي قلتها باحتفال صحيح، سألتها النقيب حضرتك. إيه احتفال الشهداء الصحافي يلي من تقريبا أسبوع حصل. رح نحكي. بدي أسألك شو في شيء جديد؟ شو؟ في شيء يعني في شيء برنامج جديد على التلفزيون، برنامج جديد على السوشيال ميديا، على الراديو؟ خلينا لوقت عم بحضر شيء على بلاتفورم وبوقته، كل شيء بوقته حلو. ننوعد يعني نرجع نسمع صوتك هلا. انا على تويتر مقابلاتك تويتر مش حنسمع صوتك، نشوف كتيبتك بس ارائك حبيبي. نرجع نسمع صوتك يعني عم بمر هيك دي فراز انديبندونت اذا بدك على تويتر مثلا. عم تكتب بنداء الوطن؟ اي نعم عم بكتب بنداء الوطن طبعا، صرت كاتب ارتيكلين. صحيح كتبت جمعة الماضي جملة أخذت كتير سكسي، براس كل ماروني في كرسي. 100% إنه بيعملوا كراسي بركي بتكون. طيب رح نوقف مع بريك، بعد البريك رح نفوت بالسياسة ونشوف شو رؤيته السياسية اللي عم نقطع فيه حاليا. يلا بريك وبنرجع، ما تروحوا مطرح، ناطركم. رجعنا معكم بالمقابلة اللي أنا كتير حبيبها صراحة، أكيد أنتم حابينها كمان. شو بدنا نحكي؟ نحكي شوي اللي عم بصير هلأ. شو بدك؟ بدي أسألك أنا سؤال. نعم دايما بنسمع المنظومة والمنظومة. مين المنظومة بهالبلد؟ يعني كل واحد بكب المنظومة على التاني كأنه هو برات هالمنظومة. شو هي المنظومة يعني؟ شو يعني إذا صار تفجير مثلا، إن شاء الله ما بصير يعني، بس بقول لك المنظومة. إذا صار سرقات المنظومة، إذا وقفوا محامي المنظومة، شو ما يصير كبوا المنظومة، مين هالمنظومة؟ دائما في قتيل بس ما في قاتل. ايه. ما هيك؟ صح. هي ذاتها إنه شبكة بتبقى. شبكة إيه؟ فيها من كل شيء. يا رب تنجينا، إيه تشكيلي. مش بس سياسيين. مثل أرن البوزة، إيه؟ مش بس سياسيين. لا لا لا. أرن البوزة بس بقى في كريمة على الوجه. بس كلهم بيعوزوا بعضهم. هولي قلبي الكليكات وال الاشياء اللي فكرك منها انه افضل واحد ضل بعيد عنها لانه بتوجع الراس.
بضل واحد يعيش عصابه مشان هيك صعبة؟ لأنه مكلفة. انتبه، أقل غلطة تقدير أقل غلطة بالحسابات ايه بتكلف صاحبها. مشان هيك صعب تفكك منظومة خاصة بلبنان؟ ايه بدك كان يقول بيير جميل من زمان لبنان بحاجة لمستبد عادل، عم بيحكي عن بيير جميل الجد. هيدي أصلا اخترع هالحل إذا بدك أو هالتسمية كونراد أدنور. أوكي. اعتبر أنه ما في الشعوب لا تحكم إلا بطريقة معينة، اخترع كلمة لأنه الديمقراطية فشلت. صح. الديمقراطية مزحة يعني بالانتخابات ديمقراطية يعني 10 مهابيل ما تأخذني بيغلبوا 9 عبقرة 100% بالصندوق. مظبوط؟ 100% ايه. بيقول كونراد أدنور العالم بحاجة لديمقراطور، يعني نص ديمقراطية ونص دكتاتور. هيدا هو المستبد العادل، بس ما بدك تجيبه. بدك تجيبه، بدك تجيب معه صلاحياته. عندنا بلبنان هلا في دول، في دول فيهم ليك هينة. العالم كله مش ما نجلط حالنا كثير، العالم كله يفتقر الى الرجال. ان الحكم رجال لا دساتير، وان القضاء قضاة لا شرائع. اوف. رحل شارل دوغول سنة 70 تاركا سياسة فرنسا وسياسة العالم للرجال العاديين. من وقتها ما عادت شهدت البشرية رجل حكم، يعني مثل ما بفكرك تغيرت المفاهيم كلها. يفتقر الإنسان اليوم للفكر. الفكر منين بيجي؟ من المدرسة والتربية. طبيعي. انلغت كل شيء اسمه سيونس إيمان، علوم إنسانية بالمدارس والجامعات، انلغوا. كان تسقل الشخصية، الأدب ونوع الأدب العربي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي، ما عاد موجود. اليوم بتقله لشاب جاحظ أو متنبي بفكره النهر. يعني بركي ايه، انه عم المجتمعات عم تربى. صح. على التكنولوجيا. شو رح استعملهم على التكنولوجيا بعدمية الفكر، ما في فكر بقى. بس استاذ الرجال كنت عم تحكي عنهم، يعني الفكر مش بعدين التاريخ بيوصفهم، يعني بوقتها بيكونوا يمكن عاديين وبكونوا عم ينتقدوا. نعم. ينتقدوا من اخصامهم وهيك، بيكتب يعني بعدين التاريخ بيكتب عنهم. بيكتب عنهم لشو؟ شو الافاده؟ انه انا بقرا عن شارل دوغول وبقرا عن كونراد ادنور شارل دوغول نفيو وجون كينيدي تعرض لهيدا وبريجنيف، هول اللي كانوا يعني كان عندهم فكر، كان عندهم كانوا يقدروا وين الخطا وين الصح. اليوم مثل ما الله بيريد، يعني كيف انه الدنيا فلتانه. ليه؟ لانه الحاكمين العالم اليوم مش الرؤساء، الحاكمين العالم هو السيستم. السيستم حاكم العالم بكل دول العالم تقريبا. اللي صنعوا التاريخ استاذ شربيل، اللي صنعوا للتاريخ ما حدا بيعرفهم، اللي صنعوه صعودا وتطورا واللي صنعوه تدميريا ما حدا بيعرفهم. مين هن؟ ما بنعرف، ما حدا بيعرفهم. هول ناس مشهورين. اوكي. في بس اشخاص بالواجهة هن بيقطفوا على طول. في ناس هي خد على مستوى المشهورين غير الجندي المشهور اللي نرفع قبعة. مثلا البوسطة كيف فات عين رماني ب 13 نيسان؟ حدا بيعرف؟ في بوليس بلدية، شرطي بلدي، هو فوتها للبوسطة، ما كانت رايحة بهذا الاتجاه. مين بيعرفه؟ ما حدا. مين بيعرف مين دزه؟ ما حدا بيعرفه. بركة هيك هو ليك لص اليمين. صح. مين بيعرف اسمه؟ صحيح. بيعرفوا الشمال. مين بيعرف اسمه؟ هيدا المسيح عمله قديس بثلاث كلمات، قال له اليوم بتكون معي بالسماء، ما هيك؟ صح. مين بيعرفه؟ مين بيعرف اسمه؟ ما حدا ذكر اسمه بالتاريخ. اللي صنعوا العالم ما حدا بيعرفهم. في ناس قطفوا، في زعماء كبار قطفوا اكيد. في نابليون بس في بلدان قطفت. لا، في نابليون بس في تاليران. حالاً حكيت عن نابليون. صحيح. في مشكلة تانية كمان،
المرأة الأم، لكن احنا عم نحكي باشياء لا يمكن ضعنا ايه فتنا يلا نرجع. الأم هي هي اللي بتصنع التاريخ. المرأة المرأة هي بتصنع الرجل، هي بتصنع رجالات الفكر بالبيت، هي وعم بتربي ولادها، وهي وعم بتربي جوزها إذا بدك. ايه ما بقى في منه هلا السيدة المرأة صارت بغير مطرح، والرجال أصلاً بغير مطرح. وأنسي دو سويت دي أرجع للمنظومة. نعم في إعلام بالمنظومة، إعلاميين بالمنظومة، إعلاميات أكيد حكيناها. في ما قلت لك في جزء من الإعلام ايه. أنا طرحت السؤال على الندوة، صح طرحت السؤال، جاوب الأستاذ صلاح سلام وأنا كتير أعجب بجوابه. إيه اعترف أنه إيه في أنه اعتبر أنه في الحزبيين أنه اللي بدهم يلتزموا بحزبهم إيه أنه هولي من منظومة الحزب إكس أو إجريك، بس هي أكبر من هيك شوي. بس هي قلت أنا جزء من الإعلام على الحزبيين. لا في عندك الإعلاميين والإعلاميات اللي بياخدوا إذا بدك. أستاذ شربي ما تسألني سؤالي تعرف جواباتها. إذا بتريد إيه. طيب بدي فوت شوي بالأزمة اللي وصلنا لها. نعم حضرتك كمراقب من برا، شو أسباب الأزمة؟ مين مسؤول عنها؟ أوكي منظومة، بس مين يعني بركي البزري أو لا؟ جاي معنا من أيام فينيقية دياناية. لبنان ما بحياته والعرب أحلى ما ينزل. لبنان ما بحياته عارف حل. لبنان عايش على تسويات من 43 تحديدا، من 58 لليوم ولا مرة. هي التسوية علميا، هي هذا كتبت أرتيكل هيدا عنوانه، التسوية بمفهومة هي هدنة بين حربين. يعني بتهديها تهداية، ما في حل، الحل بس بالماتيماتيك. ولا مرة انعمل اتفاق للبنان بلبنان، على طول كانت الاتفاقات للبنان تصنع وتكتب خارج لبنان للأسف. ايه انه مش قادرين او تابعين، بدنا بس مش قادرين، بدنا بس مش قادرين، لانه تركيبة البلد هيك بتقطي. نرجع للوضع الطائفي. طب الأزمة الاقتصادية مين مسؤول عنها؟ عارفين منه بحملوها لعهد الرئيس ميشيل عون. هل عهد الرئيس ميشيل عون هو مسؤول؟ قلبي نحن إذا بدك عشنا 30 سنة بكذبة. الفورة اللي فار فيها لبنان آخر 30 سنة مش طبيعية. ركبنا كثير وما كان يعجبنا، ركبنا كثير ديون، والعالم عاشت جران لوكس. يعني الفساد قلبي مش ضروري واحد يسرق. صح. طريقة الحياة تغيرت عند الناس، اللي كان عنده شقة صار بده بيت، اللي عنده بيت صار بده فيلا، اللي عنده فيلا صار بده يخت وطيارة. فشخنا فشخات كتير كبيرة على حجمنا، كان بيسوى الوضع ينضبط أكثر من هيك. الإنسان هو صحيح أنه اللبناني ما بحياته قعد بخيمة وعنده من نفسه كتير، الوحيد الشعب الوحيد بالعالم اللي ما قعد بخيمة، بس كمان ما بينضبط. يعني إذا صار له يعيش جران لوكس ما بيقصر، بس ما تكون على حساب مستقبله. يعني نوعية الأكل تغيرت، نوعية يعني صارت كل عائلة بتسافر مرتين ثلاثة بالشهر، صحتين بس ما هيدي صحتين على قلبه. البلاد برا عادية، نحن شايفينها لوكس عنا. بس ليك اليوم خد اليوم تنكة البنزين مثلا وصلت للمليونين وشي، صح لو صارت ب 100 مليون في عشق سير أكيد، عارف كيف؟ لو صارت بمليار في عشق سير. أكبر تنازل منعمله بحياتنا لما نتأقلم. صحتين على قلب اللي قادر يعبي كل يوم ب 20 مليون بس ما ينق. يعني انت مثل ما قال الحكي مصرف لبنان بكره بيتعودوا. تعودوا ايه انه ما في دواء من نبعث ابننا بيبعت لنا من بس بطريقه انت عم تحمل الشعب هالمسؤوليه. اكيد ما قلنا لك اياها، ما بدنا نجلط حالنا اكثر من هيك. شعب بيحب الحياه كثير مزبوط، بس حتى هو بهالوضع بده يفشخ فشخه كثير كبيره بتخزقه، بده يضب شوي فشخة. بدي فوت شوي باللي صار الأسبوع الماضي مع القاضي غادة عون. نعم
هذه بنضيع بنت المنطقه. اي نعم بنت الضيعه، ما بعرف اذا بتقولوها ضيعه، هيدي الدمور او المدينه هيدي الدمور. شو رايك باللي صار معه؟ يعني معقوله عم نشوف؟ ما بدي اسالك سؤال طب اكون عم باثر على جوابك. لا لا انا بس اللي صار منطقي. ليك انا الشيء اللي مقتنع فيه واللي هو مفهوم عالمي، مع احترامي لنزاهتها، في اعتراف عند الخصوم كمان بنزاهتها، انا بالنسبه لي القاضي بضل انسان مجهول ما حدا بيعرفه. بالزمانات مرحوم بيي بده يقابل قاضي لقضيه معينه ما خليه يشوفه، ما كان يبين، ممنوع القاضي حدا يعرف له وجهه. هاي بالنسبه لي. هلا التفاصيل هذيك انا وياك يمكن متفقين عليها، بس في شيء قاضي مش معروف بلبنان؟ ما هيدي هي بهيدي قلبي، ما هي القصه هون انه الاعلام مليق، بس القاضي لازم يكون اقوى من هالشيء. ما لازم يطلع على التلفزيونات او يكتب بتويتر تويت عفوا او يفوت بالسوشيال ميديا، يضل راعب هو ببيته، هو بالمحكمه، هو بمكتبه. بس هيك شغله عقوبتها مثلا، انت بنظرك انت كنت استاذ مدرسه، اذا حدا مثلا كتب على ورقه، كان ما كان في تويتر، كتب على ورقه عم بجش يعني؟ ايه بتشحطه من المدرسه؟ حسب كيف عم ينقل، اذا حاطط الاكورديون بايده بدك الناظر يكون شاطر. بس هي مش عم تغش، هي كانت بس عيب. لا لا مش عم بحكي عن على ما يفهموها غلط يعني. لا طبعا طبعا. لا انا يشهد لها قاسي، يعني قاسي هيدا القرار اللي اخذوه بحقها. ليك قلبي انا مني قاضي لاحكم، مني قاضي لاحكم، بس من بعيد يمكن ما كان بدها، كان ممكن تتسوى الامور بغير طريقه، كان ممكن. اه في تدخلات من اللي عم تلحقهم؟ ما بعرف، قلت لك وسالتني قديش صار لك بعيد عن دبلوماسي منيح اليوم، دبلوماسي منيح اليوم، ولو اذا كل هولي ودبلوماسي شو؟ هي الدبلوماسيه بحد ذاتها وحياتك. شو بدي اقول لك؟ انت مطرح شو بتجاوبني؟ هيدا اكيد هيدا الواقع، انه هيدا الواقع مش دبلوماسيه. لا حكيتك لابارتي كونتر انه القاضي بالنسبه لي ما بيسوى. لك كان يقول رئيس شهاب الله يرحمه انه في اثنين مش لازم يصير عندهم ثروات او ثلاثه، القاضي والصحافي والعسكري، ببطلوا يشتغلوا. العسكري ببطل يقوس، والصحافي ببطل يكتب، والقاضي ببطل يصدر احكام. يعني هول عم نشوفهم اسم الله. ايه طيب اوكي. الا القاضي غدعون يعني واضح من حياته معروفه انه ما معه مصاري، يعني مش عم يدفع عنها. ايه طبعا طبعا. لا لا معروفه يعني طبعا 100% المنطقه بتعرفوها 100%. طيب بدي فوت شوي بالنازحين. نعم. شو هلا فاقوا يعني؟ ايه ما هيدي هلا فاقوا يعني فرد مره دفعه وحده. هلا انا مثلا انا كنت عنصري بوقتها من اربع خمس سنين لهلا كنا نحكي بالموضوع، فجاه هلا صرت انا ما بدي اياهم يرجعوا. قلب المينيموم، المينيموم المطلوب هلا معلتك ما في دوله، المينيموم المطلوب تنظيمهم على القليل بالاول تبليشي. صح. بدك تبلش بشيء تعرف عددهم بالاول مش تقدير. ايه. طيب في ان جي اويات، يعني امبارح شفنا ليست ان جي اويات هول بيساعدون قايمين لقيامه اللي بدهم يرفعوا دعوه على الدوله اللبنانيه وهول الاخبار. طيب هلا عم بسالك سؤال عن جد ما بعرف جوابه، هول الان جي اوز والجمعيات مين الوزير المسؤول عنهم؟ يعني لاي وزاره تابعين؟ مش تابعين لوزاره معينه بشكل مباشر. الداخليه بتعطيهم الرخص، الشؤون الاجتماعيه، مين في شيء من الشؤون وفي شيء من ايه، ما هي هيدي جمعيات. أيه. جمعيات تاخد رخص من وزارة الداخلية بالأساس. وبتقدر وزارة الداخلية تلغيهم؟ بدها قرار سياسي هيدي. بس تقدر. لأنه كل شيء بده قرار سياسي. قلبي وصلنا بهالبلد بتوصل لمرحلة متقدمة جدا. ما بقعد فيك ترجع بسرعة لورا. 100%. إنه من بعد 12 سنة هلا فاقوا؟ طيب ليش فاقوا هلا؟ ليش هلا كلهم؟ يعني في حدا عم بيحرك هالمشهد. كرمال مثل ما بفكرك. انا فكري كرمال يعلقونا نحن وسوريا. يمكن ما حدا بيعرف شو الهدف الاساسي من هال انه مكمشين فيهم يبقوا هون.
ما بعرف. لا بس اكيد ملاحظ مثلي انه الكل عم يحكوا على الاقل اقلوا حاليا بعوده النازحين. كل يعني عم نحكي خلينا نبلش من التيار الوطني الحر. نعم. للقوات لحركه امل لحزب الله ل اذا بدك التيار المستقبل قلبي كلهم كانوا بالحكم. أي. كلهم من 2011. لا بس هلا انه مش كلهم كانوا بالحكم، ليه ما اخذوا اجراءات بوقتها؟ قبل كان في نص المعارضين، هلا كلهم حتى لو ليه ما عم بياخذوا اجراءات؟ ليه ما انعملت هيدي الحمله اللي عم نشوفها اليوم بهديك الفتره وقت اللي كان في حكومه شرعيه، كان في رئيس جمهوريه، كان في مجلس نواب، الى حد ما كان ممكن يوصلوا لشيء اسمه حل لهالموضوع، ما حدا عمل، ليه؟ ما بعرف غريب. وانا مثلك. طيب الرئاسه شو او في عندنا رئيس جاي؟ رئيس بده يصير في رئيس بس على سبيل هيك النكته اذا بدك، في كم نايب كنا بمناسبه موارنه، قلت لهم ليه ما بتستغنوا عنها؟ شفت براسهم كراسي؟ قال كيف يعني؟ قلت لهم اذا بدكم الموارنه ترجع يعني يرجعوا يتفقوا من القاعده وفوق بدكم تستغنوا عنا ولانه مؤقتا. بتعرفوا شو مذهبه وشو دينه للي كتب لنا الدستور؟ ميشيل شيحة؟ ما حدا نعرف. ميشيل شيحة كلداني كتب لنا الدستور. شارل دبيس روم أرثوذكس. خلي يجربوا، خلي يبقى مسيحي بس يجربوا شي مرة حدا من الأقليات، بركي الموارنة بيروقوا شوي. يا زلمه حتى بالتعازي ما بيسلموا على بعضهم. حضرتك موراني؟ نعم. بس طبعا يقولوا انه لانك من غير طائفه موراني جدا. لا حتى بالتعازي بس يكون في دفن بمطرح معين صح ما بيسلموا على بعضهم. شو هالكرسي هيدي؟ معاهدة محرزة. طيب مين بتتخيل؟ معاهدة محرزة. مين تخيل الحل رح يكون؟ بالنهاية حجة رئيس جمهورية بس مين الحل؟ مين؟ قلبي كنا يعني سنة السبعين كانت بين سليمان فرنجية جد الرئيس فرنجية والياسر كيس صح على صوت بس كانت مضبوطة هيدي بيقولوا كمان انه كانت ملعوبة من برا الوحيدة اللي صارت انتخابات ديمقراطية مع شوية زغل إذا بدك فيها شوية حسابات اوكي حسابات بس انه فاز بصوت بعيد التاريخ نفسه ما بعرف بدي فوت بآخر فقرة عم تقول لي أنت جريء لأنه بنرجع عم أقول لك ولا مرة الحلول او التسويات انعملت بقلب البلد على طول تنعمل برا للاسف هيدي عله العلل للاسف اي طيب تعال شوف هلا اذا جري في عندي خمس اسئله ولو خمس اسئله هلا ولو هودي كلهم محسبتون هلا بنشوف هلا بنشوف بس هون في تسميه ايه تفضل انا الجواب عندي طيب مين الاعلامي يلي بتقول له انت كثير منحاز او اعلاميه ما بعرف السؤال برفضه لانه مش عم تابع عن جد؟ وحياتك مقضي على نتفليكس؟ تقريبا ايه وعم بكتب لانه انه بعرف اصلا شو بدهم يقولوا طيب سياسي نعم لو فيك تشطبه من الحياه السياسيه في منهم انشطبوا بالوفاه ايه لا ما بدنا نقتل حدا انشطبوا بالوفاه انت هيك من تقول يا ريته ما كان ما يا ريته ما كان بالحياه السياسيه فيكون قديم فيكون جديد فيكون افضل جديد انا بس انه اذا بدك تحكي المنظومه نبلش مع بعض نخلص بلش ما عندي اسم لا معروفين كلهم مش اذكرك اكثر يعني بس لا مش قصد يعني انتم شايفين قد ايش جريء ليك اذا اذا سميت اكس ايه يمكن يكون عم برحمه والله ايه لا ما بدها ترحم لا بكون عم برحمه يعني يمكن في اكيد في اكثر منه طبعا طبعا طيب مين المشهور من السياسيه او مش سياسيه حدا مشهور معك رقمه بس تتمنى ما كان معك رقمه معي رقم تليفونه يعني ايه بس بتقول يا ريت ما معي الرقم ولا مرة فكرت بهالسؤال بعرف ولا بيخطر ببالي عندي 7000 نمرة على التليفون ايه في كتار منهم نسيتهم طيب اعلامي او اعلامية بتقول له انت زحت عن مبادئك بتعرف انت هو شو مبادئه وهلا عم بيحكي غير شيء لا ما بعرف شو مبادئه هذا كان معك ولا وفي كتير اعلاميين غيروا
لا اذا المهنه يعني انا هلا براسي في شيء 3-4 اكيد بتعرفه بالمهنه ما في شيء اسمه غير مبادئه. في مبادئ هو بيملكها له الانسان بغيره هن هو بيبقى مثل ما هو. هو ما بيتغير؟ لا ممنوع. ممنوع بس انه ممنوع. انت بتعرف انه بيتغير كتار؟ لا حسب. في كتار ما بيتغيروا، في كتار بقيوا على مبادئهم ومع مع الضيوف ايه بدهم يلعبوا اللعبه الاعلاميه طبعا. طيب اخر سؤال، شخصيه سياسيه عرضت علي مصاري منيه؟ ما حدا ابدا ابدا. ما حدا جرب؟ كل العالم بتعرف هالشيء. ما حدا جرب اللي فيهم يعرضوا اللي معي واللي ضدي. لا فيهم يعرضوا ويطلعوا يعني بدك هن يقدروا ياخذوا هالمبادره، بدك هن يتجرؤوا ويعرضوا. ما حدا ابدا ما صارت ابدا بحياتي كلها. وبعتقد هذا الجواب انت بتعرفه. اكيد بعرفه. ايه؟ اكيد بعرفه، بس انه قصدي انه انا ما بعرف اذا حدا حاول. يعني انا اكيد بعرف انك رأي انه اذا حاول رح ترفض، بس هي القصه كلها بالمحاوله اذا بيقدر يحاول او لا. في منهم وحيد بيعملوها يعني حسب هيك. حسب عشان هيك في ناس ما بيقدروا يفوتوا معهم بهالعرض اذا بدك، ما بيقدروا، شخصيته ما بتخليهم يسألوا السؤال. استاذ انا بدي اتشكرك. انا بدي اتشكرك. ميرسي. خلصت انت؟ نعم خلصيت. ايه. شو عم تحكي؟ ايه والله. طيب اوكي مثل ما بتقول. الوقت بيقطع حبيبي هيك لما يكون حلو وحديث شيق. القعده معك متعه. ميرسي. وبهنيك بخبرتي المتواضعه. هيدي المهنه الكاريزما بتجي من عند ربنا، هو بيعطيك اياها، ما فيك لو شو ما حاولت تتصنعها ويصير عندك كاريزما، هيدي ما بتصير. هيدي نعمه من عند ربنا والله يوفقك. ثانك يو. تحياتي لك وللقيمين على المحطه. ميرسي. ضيفي الاسبوع الجاي كمان حدا بتحبوه بتشوفوه، ساعة بشت عليكم ساعة بصيف عليكم، ضيفي مذيع الطقس بالال بي سي جو القارح. قلت لي انت بتحبه ولا جو كنا عم نحكي؟ بنطر ولا في عندك شي سؤال كثير علمي شغله بنطر قل له اياها. خلي حافظ على محبة كل الناس. يعني خلص انت فهمت. يخفف تويتات سياسية؟ ما انه مضطر. ما رح يتغير شيء. ليك في شيء حفلة توك شو غيرت بقناعات الضيوف او الناس؟ لا بس ليش بيعملوهم طيب؟ معلم بدي اسألك اياها السؤال، ليش بيعملوهم؟ شو؟ بس؟ يمكن ما بعرف. يلا لهون توصل حلقتنا لنهايتها، بدي اتشكركم، بشوفكم جمعة الجاي مع ضيفي جول كاره. باي.